استقبل وزير الخارجية والتعاون السيد سعد الدين العثماني اليوم الجمعة وزير الخارجية التونسي السيد عثمان الجرندي حاملا رسالة خطية من الرئيس التونسي إلى جلالة الملك حول العلاقة الثنائية وسبل تطويرها على المستوى السياسي من خلال تبادل وجهات النظر والتعاون في المنظمات الدولية وفي المنظمات الإقليمية، وأيضا على مستوى الاتحاد المغاربي لإحياء هذا الاتحاد المغاربي وإعطاء فعالية أكبر. ولكن أيضا تناقشنا العلاقات على المستوى الاقتصادي على المستوى البشري وكيف يمكن أن نزيد من وتيرة التعاون، وإن شاء الله سنضع سبل ووسائل عملية لتطوير هذه العلاقات بنحو الأفضل في المستقبل. تبادلنا الرؤى والأفكار حول العديد من القضايا المطروحة على منطقتنا وعلى الساحة الدولية كذلك، وتنسيق المواقف في شأنها. وبطبيعة الحال كان الحديث كذلك حول الاتحاد المغرب العربي وكيف يمكن لنا تفعيل هذا الصرح المغاربي، وكذلك على صعيد الجامعة العربية، وكذلك القضايا المطروحة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة التي سوف تكون محطة أخرى لتبادل الآراء بين بعضنا البعض على عين المكان على صعيد الاتحاد المغربي العربي وصعيد الدول العربية. هناك العديد من القضايا المطروحة والملحة والتي تستدعي منا تنسيقا أكبر وأكثر وأسرع حتى نكون جاهزين للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المطروحة أمامنا جميعا. وشكل تطوير العلاقات الثنائية محور اللقاء الذي جمع الوزيرين على المستوى السياسي عبر تعزيز تبادل وجهات النظر والعمل المشترك في المنظمات الدولية والإقليمية، وكذا زيادة من وتيرة التعاون الاقتصادي والبشري.